درست تربية رياضية بحلب وتخرجت عام 2004. طبعاً دخلت هذا الفرع عن رغبة من أجل تنشيطه بالمدارس. صار لي مدرسة 19 سنة، لأن التربية الرياضية هي جانب أساسي ومهم من التربية العامة. نظراً لحبي للرياضة ولافتقار منطقتنا بالنوادي الخاصة للنساء، فقررنا نفتح نادي خاص للسيدات بيهتم بموضوع المرأة ورفع لياقتها البدنية. فتحنا النادي من 7 شهور تقريباً، وكان في إقبال كثير على النادي كوني أنا أكاديمية برياضة ومتبعة تمارين علمية دقيقة ما بتأثر سلبياً على المرأة اللي عندها بدانة، اللي عندها أمراض ضسك أو جاع مفاصل. كان في كثير تحسن كبير بصحتهم. أنا سيدة بشجع السيدات على ممارسة الرياضة، بتنشط الدورة الدموية، بتنشيط جهاز الدوران بالجسم، تؤخر الشيخوخة المبكرة لدى النساء اللي بتعاني منها معظم سيداتنا.